السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة هاند ميد وز لاف. النهاردة هنتعلم مع بعض غرزة جميلة جدا وسهلة جدا خصوصا للمبتدئين، يعني مش محتاجة بس غير ان انت تكوني تعرفي الغرزة العدلة والمقلوبة وازاي نسلت الغرز او ننقلها على الإبرة من غير ما نشتغلها. ده شكل الغرزة، يعني انا شايفة ان الغرزة برضو مناسبة حريمي ورجالي ومناسبة لكل المشاريع. اكتبولي في التعليقات هل انتوا شايفينها تنفع حريمي ورجالي، ولا يعني انتوا شايفينها يكون حريمي بس او رجالي بس. تعالوا نشوف مع بعض، نقرب الغرزة مع بعض. ده وش الشغل وده ظهر الشغل. ان شاء الله الخطوات هتكون مكتوبة معانا على الشاشة زي ما احنا متعودين. كنت حابة اقول لكم بس ان ابتداء من الفيديو اللي جاي الشرح هيكون مكتوب على الشاشة من غير تعليق صوتي، فيهمني رأيكم هل نحب ان احنا نكمل بالتعليق الصوتي ولا يكفي ان تكون الكتابة مكتوبة على الشاشة بس. تعالوا دلوقتي على طول علشان نشوف هنبدأ نشتغل ازاي. اول حاجة الخيط اللي هستخدمه النهاردة خيط هيمالايا افري داي، وهستخدم معاه ابرتين مقاس رقم 3.5. النقشة او الغرزة عندي بتتكون من مضاعفات الرقم 14+6، يعني بشوف عايز اشتغل كم نقشة واضرب عدد النقشات في 14 وبزود 6 في النهاية. انا النهاردة هشتغل نقشة واحدة بس عشان الفيديو ما يطولش معاكم، يبقى هشتغل 14 غرزة وضفت عليهم 6 يبقى 20 غرزة، وزودت غرزتين للحافة، دول اختياري، تقدري تزودي العدد اللي انت عايزاه. يبقى العينة عندي النهاردة 22 غرزة. تعالوا نشوف هنبدأ ازاي. اول حاجة السطر الاول، اول غرزة غرزة حافة بسلتها من غير شغل، ومن اول هنا بقى هيبدأ التكرار. هشتغل 6 مقلوب، وارجع الخيط لورا. بعد كده هسلت الغرزة دي كده من غير شغل وهشتغل 6 عدل. بعد كده هسلت غرزة والخيط يكون لورا قبل ما نسلت الغرزة زي ما انتم شايفين. يبقى كده ده زي ما انتم شايفين على الشاشة بين الأقواس، ده هيكون التكرار بتاعنا. بعد ما نخلص التكرار بتاعنا في النهاية هنشتغل 6 مقلوب. وفي النهاية غرزة الحافة بنشتغلها دايما بالغرزة العدلة. السطر التاني وظهر الشغل دايما هنشتغله دايما سطر، هيكون السطر كله مقلوب ومنساش غرز الحافة، يعني بنسلت أول غرزة من غير شغل وبنشتغل السطر كله بالغرز المقلوبة. وفي النهاية غرزة الحافة دايما بنشتغلها بالغرزة العدلة. السطر الثالث هيكون تكرار للسطر الأول، أول غرزة غرزة حافة بصلتها من غير شغل، ومن أول هنا بقى التكرار. هشتغل 6 مقلوب، وارجع الخيط لورا واسلت الغرزة دي كده من غير شغل واشتغل 6 عدل.
بعد كده حصلت غرزة من غير شغل، يبقى كده ده هيكون التكرار بتاعنا. اجيب بقى الخيط لقدام عشان بعد التكرار بنشتغل 6 مقلوب. وفي النهاية غرزة الحافة بنشتغلها بالغرزة العدلة. السطر الرابع ظهر الشغل، وقلنا دايما بنشتغله بالغرز المقلوبة، منساش غرز الحافة، بسطلة أول غرزة وآخر غرزة غرزة عدلة هشتغله وارجع لكم. السطر الخامس هيكون برضو تكرار للسطر الأول، أول غرزة غرزة حافة بسطلتها من غير شغل، ومن أول هنا بقى التكرار هشتغل 6 مقلوب. ورجع الخيط لورا، بعد كده حصلت غرزة من غير شغل واشتغل 6 عدل. بعد كده حصلت الغرزة دي كده من غير شغل، يبقى ده كده هيكون التكرار بتاعنا. وفي النهاية بعد التكرار بنشتغل 6 مقلوب. وفي النهاية غرزة الحافة بنشتغلها دايما بالغرزة العدلة. السطر السادس هشتغله كله بالغرز المقلوبة، ومنساش غرز الحافة، وارجع لكم على طول. السطر السابع هيكون تكرار برضو للسطر الأول، أول غرزة غرزة حافة بسلتها من غير شغل، ومن أول هنا التكرار هشتغل 6 مقلوب. ورجع الخيط لورا، بعد كده حصلت الغرزة دي كده من غير شغل واشتغل 6 عدل. بعد كده حصلت الغرزة دي كده من غير شغل، يبقى ده كده هيكون التكرار بتاعنا. في النهاية بعد التكرار بجيب الخيط اللي قدام عشان اشتغل 6 مقلوب. وفي النهاية بشتغل غرزة الحافة بالغرزة العدلة. بعد كده السطر الثامن ظهر الشغل، بنشتغله دايما كله بالغرز المقلوبة، ومنساش غرز الحافة، هشتغله وارجع لكم على طول. السطر التاسع أول غرزة غرزة حافة بسلتها من غير شغل، رجع الخيط لورا، من أول هنا بقى التكرار هشتغل 6 عدل. بعد كده شايفين عندي الغرزتين دول، هعمل تبديل لأماكن الغرز. هاخد كده بالإبرة اليمين، هاخد الغرزة التانية للخلف والأولى للأمام. شايفين خدت التانية للخلف والأولى للأمام، أرجع الغرزة دي على الإبرة الشمال علشان أشتغلهم بقى. أشتغل غرزة عدلة وصلت غرزة، يبقى انا بدلت اماكنهم. بعد كده اشتغلتهم ان انا اشتغلت غرزة عدلة، بعد كده سلدت غرزة. بعد كده هنشتغل 4 عدل. بعد كده شايفين الغرزتين دول هنعمل تبديل لاماكن الغرز. هاخد بالابرة اليمين الغرزة التانية للامام والاولى للخلف، يبقى التانية للأمام والأولى للخلف، ورجع الغرزة على الإبرة الشمال علشان بقى هشتغلهم. هشتغلهم إزاي؟ حصلت غرزة واشتغل غرزة عدل. يبقى كده ده هيكون التكرار بتاعنا. في النهاية بقى بعد ما نخلص التكرار هشتغل 6 عدل.
وغرزة الحافة في النهاية دايما بنشتغلها بالغرزة العدلة. السطر العاشر هشتغله كله بالغرز المقلوبة، ومنساش غرز الحافة، هشتغله وارجع لكم على طول. السطر الحداشر أول غرزة، غرزة حافة بصلتها من غير شغل، وارجع الخيط لورا من أول. هنا التكرار، هشتغل 7 عدل. بعد كده هنعمل تبديل لأماكن الغرزتين دول، هاخد الغرزة التانية بالإبرة اليمين للخلف والأولى للأمام، ورجع الغرزة دي على الإبرة الشمال. بعد كده هشتغلهم غرزة عدلة وأسلت غرزة. بعد كده هشتغل 2 عدل، شايفين الغرزتين دول. بعد كده هعمل برضو تبديل لأماكن الغرز، هاخد الغرزة التانية للأمام والأولى للخلف، وارجع دي على الإبرة الشمال، واشتغلهم ان انا اسلت غرزة وغرزة عدلة. بعد كده هشتغل غرزة عدلة. يبقى ده كده هيكون التكرار بتاعنا. في النهاية بقى بعد التكرار بنشتغل 6 عدل. وغرزة الحافة في النهاية دايما بنشتغلها بالغرزة العدلة. والسطر ال 12 ظهر الشغل هشتغله كله بالغرز المقلوبة، ومنساش غرز الحافة، هشتغله وارجع لكم. السطر ال13 أول غرزة، غرزة حافة بسلتها من غير شغل، ورجع الخيط لورا من أول. هنا بقى هيبدأ التكرار، هشتغل 8 عدل. بعد كده شايفين الغرزتين دول، هعمل تبديل لأماكن الغرز، هاخد الغرزة التانية للخلف والأولى للأمام، وارجع الغرزة دي على الإبرة الشمال. بعد كده هشتغلهم غرزة عدلة وأسلت غرزة. بعد كده هنعمل تبديل لأماكن الغرزتين دول، هناخد الغرزة التانية للأمام والأولى للخلف، ورجع الغرزة دي على الإبرة الشمال، واشتغلهم بقى إن أنا حصلت غرزة من غير شغل، واشتغل غرزة عدلة. بعد كده هشتغل 2 عدل. يبقى ده هيكون التكرار بتاعنا. في النهاية بقى بعد التكرار بنشتغل 6 عدد. غرزة الحافة بنشتغلها في النهاية دايما بالغرزة العدلة. السطر ال14 هشتغل كله بالغرز المقلوبة، ومنساش غرز الحافة، هشتغله وارجع لكم. بعد كده السطر ال15 أول غرزة، غرزة حافة بسلتها من غير شغل، ورجع الخيط لورا. بعد كده هنشتغل نقول هنا التكرار 9 عدل. بعد كده هبدل أماكن الغرزتين دول، هاخد الغرزة التانية للخلف والأولى للأمام، ورجع الغرزة دي على الإبرة الشمال، عشان بعد كده إن احنا بقى هنسلت الغرزتين دول من غير شغل. كده أول غرزة اهو سلتها من غير شغل، وتاني غرزة برضو سلتها من غير شغل. بعد كده هشتغل
3 عدد. يبقى كده ده هيكون التكرار بتاعنا. في النهاية بقى بعد ما نخلص التكرار هنشتغل 6 عدد. وغرزة الحافة في النهاية بنشتغلها دايما بالغرزة العدلة. السطر 16 هشتغله كله سطر مقلوب، ومنساش غرز الحافة هشتغله وارجع لكم. بعد كده السطر 17 اول غرزة، غرزة حافة بسلتها من غير شغل وارجع الخيط لورا من اول. هنا التكرار هشتغل 8 عدل. بعد كده هبدل أماكن الغرزتين دول، هاخد الغرزة التانية للأمام والغرزة الأولى للخلف، ورجع الغرزة دي على الإبرة الشمال. بعد كده بقى هشتغلهم إن أنا هسلت غرزة واشتغل غرزة عدلة. بعد كده هنغير بقى، هنبدل أماكن الغرزتين دول برضو، هناخد الغرزة التانية للخلف والأولى للأمام، ورجع الغرزة دي على الإبرة الشمال علشان أشتغلهم، أشتغل غرزة عدلة وأسلت غرزة من غير شغل. بعد كده هشتغل 2 عدل. يبقى كده ده التكرار بتاعنا، بنكرره لحد ما نوصل زي ما احنا عايزين بقى التكرارات بتاعتنا. بعد كده في النهاية بنشتغل 6 عدد. وفي النهاية بنشتغل غرزة الحافة بالغرزة العدلة. السطر 18 ظهر الشغل هشتغل كله بالغرز المقلوبة، ومنساش غرز الحافة هشتغله وارجع لكم. السطر 19 اول غرزة، غرزة حافة بسلتها من غير شغل وارجع الخيط لورا من اول. هنا بقى التكرار هشتغل 7 عدل. بعد كده هنعمل تبديل لأماكن الغرزتين دول، هاخد الغرزة التانية للأمام والأولى للخلف، ورجع الغرزة على الإبرة الشمال. بعد كده هنشتغلهم إن احنا هنسلت غرزة من غير شغل ونشتغل غرزة عدل. بعد كده هنشتغل 2 عدل، ونعمل تبديل بقى الأماكن الغرزتين دول، هناخد الغرزة التانية للخلف والأولى للأمام، ونرجع الغرزة دي على الإبرة الشمال ونشتغلهم غرزة عدلة ونسلت غرزة من غير شغل. بعد كده هنشتغل غرزة عدلة. يبقى ده هيكون التكرار بتاعنا. بعد التكرار بنشتغل في النهاية 6 عدل. وغرزة الحافة بنشتغلها في النهاية دايما بالغرزة العدلة. بعد كده السطر 20 هنشتغله كله بالغرز المقلوبة، منساش غرز الحافة هشتغله وارجع لكم على طول. بعد كده السطر 21 اول غرزة، غرزة حافة بسلتها من غير شغل ورجع الخيط لورا من اول. هنا التكرار هشتغل 6 عدل. بعد كده هنعمل تبديل لاماكن الغرزتين دول، هاخد الغرزة التانية للامام والاولى للخلف،
وارجع الغرزة دي على الإبرة الشمال علشان اشتغلهم ان انا حصلت غرزة واشتغل غرزة عدل. بعد كده هشتغل 4 عدل. بعد كده هعمل تبديل لأماكن الغرزتين دول، هاخد الغرزة التانية للخلف والأولى للأمام ورجع الغرزة دي على الإبرة الشمال علشان أشتغلهم بقى غرزة عدلة وأسلت غرزة من غير شغل. يبقى كده ده هيكون التكرار بتاعنا. بعد كده في النهاية بعد التكرار نشتغل 6 عدل. وغرزة الحافة في النهاية بنشتغلها دايما من الغرزة العدلة. بعد كده السطر 22 ظهر الشغل هنشتغله كله بالغرز المقلوبة، ومنساش غرز الحافة هشتغله وارجع لكم على طول. وبكده وصلنا للنهاية، شايفين ده الشكل. بنكرر بقى من السطر 1 للسطر 22، بنكرر 22 سطر دول زي ما اشتغلنا مع بعض بالظبط. انا طبعا هشتغل عينة اكبر علشان شكلها يكون اوضح ليكم برضو، فهشتغل العينة وارجع لكم على طول. ودلوقتي رجعت لكم بعد ما اشتغلت عينة اكبر، ده شكلها، ده شكل العينة بقى الكبيرة. قرب معاكم اهو، ده وش الغرزة وده ظهر الغرزة. بتمنى يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون الشرح كان سهل وبسيط. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو وسبسكرايب او اشتراك في القناة، وبشكركم جدا جدا.